النهارده هكون معاكم احمد العريان، ومعايا احمد ياسر، ويعني متالق محمود ضياء ايضا. فاهلا بيكم انتوا الاثنين. اهلا بيك يا ياسر. اهلا بيك يا ابو حميد، اهلا واهلا بيك يا احمد. بمحمود، واهلا بضياء، واهلا ب... يعني اهلا بيك واهلا باحمد طبعا. وانا مبسوط جدا ان انا مع ضياء ومعاك النهارده يا ابو حميد، وان شاء الله نعمل حلقه كويسه باذن الله. يعني انا متفائل جدا، يعني بخصوص كمان ضياء، انا شكل يعني شخص بشوفه وبيضحك، وانا بحب الناس اللذيذه. شكرا جدا يا محمد، اهلا بك يا فوزي واهلا بك ياسر، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه سريعه كده ان شاء ان الله. شاء الله. النهارده كان في مباراتين في غايه القوه. الاولى كان مفترض لها ان هي ما تكونش بالقوه ديت، اسبانيا وسويسرا، ولكن سويسرا مستمره في تقديم العروض الممتازه حتى لحظتها الاخيره في البطوله. اسبانيا تتفوق على سويسرا بركلات الترجيح 3-1. والمباراه الثانيه كانت فوز ايطاليا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ومغامره روبرتو مانشيني مستمره. هنبدا بالمباراه الاولى ومباراه اسبانيا وسويسرا، وهبدا البدايه مع اللي اول مره يكون معانا، فمحمود. ماتش اسبانيا وسويسرا، اسبانيا اول مباراتين ظهور خافت، والبعض رشح اسبانيا لمغادره البطوله من الدور الاول. حتى الصوره اللي انتشرت لويس انريكي وهو راكب السكوتر، كان الناس انا منهم كنت الحقيقه مجهز ان انا هبدا اسف على انريكي بعد ما يخرج. ولكن خمسه في المباراه الثالثه، ثم خمسه في مباراه دور ال 16 وتاهل بوقت اضافي، ثم التاهل الان الى نصف النهائي، واسبانيا ماشيه خطوه خطوه. ايه اللي اختلف في اسبانيا عن المباراتين الاولتين، سواء في المباريات الثلاثه التاليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيروا لويس انريكي في التشكيل وخلاهم يكسبوا، ولا هي جايه كده، ولا ايه؟ بص يا ابو احمد، انا بالنسبه لي منتخب اسبانيا عنده مشكلتين واضحين جدا من البدايه، هم مستمرين لحد دلوقتي ولكن باختلاف درجاتها او باختلاف التوفيق. هي ان اولا الفريق بيصنع عدد فرص رهيب جدا جدا، ولكنه عدد الفرص ده مش دايما بيكون كافي لموراتا، لمورينو، لسارابيا، لتوريس، لاي حد ان هم يكسبوا الماتش. ده حصل بوضوح جدا في الماتش الاول قصاد السويد. حتى لو انت كنت مختلف مع ان هو بيلعب بيورينتي باك يمين، كوكي وبدري في نص الملعب، كوكي وبدري عملوا بطوله عظيمه جدا في رايي، ولكن كان دايما المشكله ان حتى مع تالق اولسن اسبانيا جالها 4 فرص مؤكدين للتسجيل، ضيعوا الاربعه في الماتش الاول. الماتش الثاني قصاد بولندا كان نفس الكلام هجوميا، وظهر بقى المشكله الثانيه دفاعيا في ماتش السويد الاولاني، هم تهددوا مرتين، مره من ايزاك في القائم والمره ضيعها بيرج في ال6 ياردات. في الماتش الثاني قدر بولندا ان هو يسجل في مرمى اسبانيا هدف، وهنا تيجي المشكله الثانيه لاسبانيا، ان هم عندهم مشاكل واضحه جدا جدا في الحته الدفاعيه دي. المشاكل كانت جايه من ايه؟ اولا انا في رايي كان ان ثنائيه لابورت مع باوتوريس مش منطقيه، لان احنا يمكن في تاريخ الكوره كله ما شفناش الا عدد قليل جدا جدا من الشراكات الدفاعيه اللي فيها 2 بيلعبوا برجلهم الشمال، ودي دايما بتكون مشكله، ان هم بيبقى عندهم مشاكل، خصوصا ان هم كل واحد فيهم عنده نقط ضعف فرديه لوحده. فبالتالي اسبانيا تهددت من بولندا وتسجل فيها هدف. قدام سلوفاكيا كان اولا طبعا اسبانيا ضاعت ضربه جزاء، وكان ممكن الماتش يروح في سيناريو اسوء، ولكن لان بعد كده غلطه من دوبرافكا اسبانيا قدرت تتقدم، وبعد كده الفريق بقى عنده توفيق اعلى، والفريق هجوميا بدا ان هو يهدد اكتر، والفرص اللي بتجيله يسجلها، وحتى هو كسبان 5-0 كان مضيع 4 فرص مؤكدين للتسجيل منهم ضربه الجزاء. فالمشكله فضلت مستمره زي ما هي. اسبانيا عندها خط نص قوي جدا بوجود كوكي وبيدري، وحتى مع اضافه بوسكيتس اللي كان عليه علامات استفهام وقت الموسم في برشلونه، لكنه قدم في الماتشات اللي لعبها ماتشات كويسه جدا. اسبانيا في الظهرين سواء من خوردي ألبا كان عامل مستويات مميزه، ويمكن كان يبقى عدد الاسيست اللي جاله اكتر من كده لو كان اللعيبه تقدر تخلص الفرص. يورينتي او اسبليكويتا قدموا المستوى المطلوب، يورينتي كباك يمين مش منتظر منه كتير، لكن انريكي بيعتمد عليه في الحته دي. اسبليكويتا احنا عارفين ان هو ظهير ملتزم حتى مع تشيلسي، اضافاته الهجوميه قدر ان هو يضيف ويسجل جون، دي حاجه اوقات كانت بتحصل مع تشيلسي ولكنها مش مستمره. مشكله اسبانيا لما الكره تبقى في منطقه جزائها او لما الكره تبقى في منطقه جزاء الخصم، هم عندهم مشكله ان هم يخلصوا الفرص او ان هم يقدروا يدافعوا. فرق كبير قوي ما بين اسبانيا مثلا وايطاليا، ان اسبانيا لما تحب تدافع او ترجع تامن ما بتعرفش تعمل ده، شفنا ده قصاد كرواتيا واستقبال الجونين. ايطاليا لما بتحب ترجع تدافع تحب ترجع تدافع، وده اعتقد هيكون مفتاح كمان للي جاي. طيب ياسر، هسألك سؤال عام مش عن إسبانيا بس. كثيرا ما رأينا منتخبات بتبدأ البطولات بشكل سيء ويتطور مستواها مع مرور المباريات، وقد يقف الحظ بجانبها أحيانا، فبعد كده توصل لمرحلة الاستحقاق، إن هم لا، لما كسبوا عن استحقاق مش بس حظ. فهل ينطبق ده على اسبانيا بالظروف اللي شرحها كمان محمود دلوقتي، والتغيرات اللي حصلت او اللي بيحصل على ارض الملعب وما يملكه من مميزات وعيوب؟
فهل اسبانيا وصلت حاليا لمرحله ان هو خلاص الحظ وقف جنبهم في المرحله اللي كانوا محتاجين فيها الحظ، دلوقتي وصلوا لمرحله ان هم لو اخذوا البطوله هيبقوا واخدينها عن استحقاق، مش مجرد ان هو لا مشيت معاهم وخدوا البطوله؟ طيب، هو لحد دلوقتي هي ماشيه، يعني خلينا نتفق ان هي ماشيه، لكن فكره استحقاق، لا انا لحد النهارده مش شايف فيه اي استحقاق بصراحه، عشان ابقى يعني واضح معاك. اللي جاي ممكن يكون في استحقاق، ممكن ده اللي يحصل، بس خلينا نتكلم ان هو زي برضو ما ضياء اتكلم، هما مشكلتين، والمشكلتين عشان تحلهم يعني عارف انت اللي هو محتاج تغير لعيبه، يعني محتاج تجيب لعيبه من بره القايمه، اللعيبه اللي جوه القايمه مهما حصل مش هتديك اللي انت عايزه، يعني حتى احنا بنتكلم على الجانب الهجومي على موراتا مش سوبر، وفي نفس الوقت نقدر نقول متوسط او اكتر من متوسط، سنه بسيطه قوي، وفي نفس الوقت ما بيخلصش. طيب البديل بتاعه مورينو ما فيش، مش موجود، فاللي هو ما بيعملش حاجه، فانت اوريدي عندك في المشكله بتاعه الهجوم دي هتبقى فيها عندهم مشكله كبيره جدا، وخصوصا ان هم هيواجهوا ايطاليا الماتش اللي جاي، فمع الاخطاء الدفاعيه اللي هي بتيجي نتيجه مش بس فرديات زي ما ضياء قال، لا نتيجه تركيز، انت لو بصيت هتلاقي ان في يعني الكره اللي دخلت جون من سويسرا اللي جابت فيها جون تقريبا كانت الدقيقه 67 او حاجه زي كده، الكره دي غلطه من اثنين بتوع وسط الملعب، ترجع الكره لورا ياخدها بتاع سويسرا يكمل يحطها ثرو ما بين الاثنين مدافعين، غلطه من الاثنين مدافعين، خلاص اللعيب الثاني بقى لوحده قدام الجون وبيجيب جون. فانت بتتكلم على مش اخطاء بس فرديه، لا ده تركيز، هو في وقت كده الفرقه دايما، احنا كنا بنتكلم عن الماتشات اللي فاتت اخر 10 دقائق، هم 10 دقائق فيصليين وبيعملوا مشاكل كبيره جدا عند بعض اللعيبه، لكن النهارده اسبانيا من الدقيقه 70 راحت، لولا الطرد بتاع سويسرا كان ممكن السيناريو يختلف، لان احنا الطرد بتاع سويسرا حصل في الدقيقه 78، وده كان قبل ال 10 دقائق اللي هم بيشتغلوا فيهم، اللي هم لقمه العيش بتاعتهم في الوقت ده، هم ال 10 دقائق دول، فاضطر الراجل ان هو يرجع ورا ويدافع، فالنهارده الحظ وقف معاهم، فالماتش اللي جاي مع ايطاليا والطريقه اللي بتلعب بيها ايطاليا والفكر الجديد اللي ممتاز اللي النهارده اتمزج بيه حاجه جديده، لما نروح للقصه بتاعتها انا بتكلم فيها، أيوة. بص، لا هتعاني من مشاكل كبيره جدا انك تجيب جون، وهتعاني مشاكل كبيره جدا 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 انك تصد جون واثنين وثلاثه، لا هيبقى عندك مشكله. هو الماتش الجاي فلا على ما اعتقد ان اللي جاي هيبقى صعب على اسبانيا، مش هيبقى سهل خالص، ولو عدوه ساعتها نقدر نتكلم بقى عن الاستحقاق. محمود، شفنا النهارده سومر حارس سويسرا بيتألق، تفتكر رغم الخروج من ربع النهائي ممكن يكون هو صاحب جائزة أفضل حارس في البطولة، ولا خروجه المبكر ده خلاص خلى حظوظه مستحيلة يعني؟ بص، سومر عمل بطوله اعجازيه في رايي لحد دلوقتي، بالذات في الماتش بتاع فرنسا، في التصديات اللي عملها في ضربه الجزاء في ماتش فرنسا، وفي خلال المباراه النهارده صد اكتر من كوره، عدد السيفز اللي عملها هو 10، هو رقم كبير قوي، هو صد منهم مثلا ممكن يكون في 6 أو 7 ممكنين او سهلين من لعيبه اسبانيا، 2 أو 3 اكيد، صد واحده في ضربات الجزاء في قدام اعتقد دانيال اولمو، اعتقد داني لو اولمو انا متذكر صح، بوسكيتس انا حط في متذكر العرض. صح، بوسكيتس في العرض، ولكن في رايي اعتقد ان جايزه احسن لاعب في احسن حارس في البطوله هتروح لدوناروما من دلوقتي، انا حاسس كده، ان هو النهارده بالذات كمان كان كروشل النهارده جدا في ان هو ان هو يخلي انا ايطاليا متفق تجيب، جدا مع الكلام ده. تمام، احلى، اعتقد دوناروما ما دام هتروح له. ايطاليا انا متفق برضو يعني، اكيد اول في دور المجموعات ما كانش فيه تحديات كتيره قدام دوناروما، ولكنه برضه كان متالق في 3 أو 4 كور واضحين خلال دور المجموعات، ما بعد كده في النهارده بالذات تصديين كان ممكن على ايطاليا تخرج مغلوبه على الاقل واحد في اول ثلث ساعه، وبالتالي بما ان انا متوقع ان ايطاليا تقدر تعدي اسبانيا وتوصل فاينل، فاعتقد ان دوناروما هيكون هو احسن حارس في البطوله، وده ما يقللش خالص من سومر، من اولسن حتى بتاع السويدي اللي عمل 4 ماتشات مميزين قبل ما يخرج البطوله. هروح تاني لياسر في سؤال اخير عن الماتش دوت او عن اسبانيا تحديدا قبل ما نروح لماتش ايطاليا، وحدي لك يعني ايه القصد من اللي انا من سؤالي في تفاصيل السؤال كده. ايه السؤال؟ بيقول ماشي. زي ما قلنا من شويه اسبانيا بتتحسن مع مرور المباريات، وكنت بقول من شويه ان كتير بشوف كده دايما ايه بتتكون ملامح البطل عند المنتخب اللي بيتحسن مع مرور المباريات، في المقابل او مش في المقابل ده بجانب ده اسبانيا متفوقه نفسيا تاريخيا على ايطاليا، يعني اسبانيا ما عدتش ما كسرتش مثلا حاجز ركلات الجزاء في اليورو الا على حساب ايطاليا، اسبانيا في نهائي 2012 فازت على ايطاليا برباعيه، اسبانيا حتى مع روبرتو مانشيني ايطاليا لم تستطع الفوز عليها على ما اتذكر، تاريخ الاستعادل في تصفيات ولا ايطاليا كسبت، اعتقد انه خلص تعادل،
فمتهيأ فاسبانيا عندها افضليه دائما على ايطاليا، فهل ده هيكون من عوامل اللي ممكن تساعد اسبانيا ان هي تفوز على ايطاليا في الماتش الجاي، واللي ممكن يعني على الارض الواقع لو قارنا بمشوارين المنتخبين من اسلحه المنتخبين، فطبعا احنا كلنا متفقين ايطاليا فعلا اقوى، ولكن العامل النفسي ده مع غياب سبيناتزولا، ولسه برضه هنتكلم عن ايطاليا كمان شويه، فهل ده ممكن يرجح كفه اسبانيا، ولا رغم الزاويه اللي انا تناولت منها الماتش دي انت برضه شايف ان ايطاليا صاحبه الحظ الاوفر؟ طيب الزاويه اللي انت بتتكلم من عليها، العامل النفسي هو بيبقى في الوقت الحالي او في الكره الحديثه اللي احنا بنتكلم عليها في الوقت الحالي، العامل النفسي جزء كبير جدا من اللعبه، سواء العامل النفسي بتاع فريقك او سواء العامل النفسي على الفرقه اللي قصادك. وفكره وجود بعض الاطباء النفسيين مع الفرق، او فكره وجود بعض الاطباء النفسيين في النوادي مع اللعيبه، ده بقى شيء معروف وبقى شيء متعامل بيه بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت حتى في التصريحات بتاعت المديرين الفنيين وبعض من اللعيبه بيكون في تصريحات زي ما بنقول كده ايه، يعني موجهه نفسية بان هي تحط مايند الضغط، جيمز. علشان تحط الضغط الناحيه. فالمايند جيمز ده، فكل ده، كل العوامل اللي انت بتتكلم فيها دي عوامل اساسيه عند اسبانيا. عامل مهم جدا ان هم عندهم تفوق، بس المشكله لما تحط اي منتخب تاني غير المنتخب الايطالي اقول لك ممكن، لكن الطليان بتعطار يعني زينا كده زي المصريين، فاهم ازاي؟ اللي هو ايه، اي بس لا بعد كده ماتشات كتير ورا بعض مش عارفين ناخد الطاير تمام من اسبانيا. لا لا لا، بص الجيل اللي موجود ده والعقليه اللي موجوده والروح اللي موجوده في الفرقه، على ما اعتقد ان هي مش هتبص للموضوع بتاع ايطاليا، مش هتبص له من الزاويه دي خالص، هي هتبص من زاويه واحده بس، ان احنا نازلين عايزين نكسب بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت مش عايزين نبقى احنا بقت سلسله الطار، لا احنا عايزين نقول ان احنا اللي جبنا اول خطوه في الموضوع. وخلي بالك بقى، لو احنا بنتكلم زي ما انت بتتكلم على منتخب اسبانيا وبتقول ان هو جاي واحده واحده، منتخب ايطاليا بدأ من الاول قوي وخطوه مستمر. بخطوه بيعالج اخطاء، بيعالج اخطاء، ودي نقطة مهمة جدا، ان انت في الوقت الضيق اللي ما بين المباريات ده وتقدر تعالج اخطائك، ده معناه ان انت معاك مدرب بيفهم كويس جدا، ومعاك لعيبة عندها مرونة تكتيكية تقدر تساعد المدرب ان هو يعمل كده. ولما نروح ايطاليا بقى هنتكلم فيها اه براحتك. دي نقطة تاني مرة تقول لي لما نروح ايطاليا، فخلي بالك فاكر النقطتين دول عشان لو انا نسيت، فنروح لايطاليا بقى لا بجد. لا ما تقلقش، انا فاكرهم. طيب عشان نروح نظام دول ايطاليا بقى اهم نقطتين النهارده حصل. خلاص تمام، نروح لايطاليا. ويا محمود باشا، اولا بلجيكا، هبدا معاك ببلجيكا وهخليك برضه تتكلم عن ايطاليا في الاول، بس بلجيكا اوسعونا حديثا بان بلجيكا هي المرشح الاول او الثاني للفوز باليورو، وليست المره الاولى، ولكن ده مع كل بطوله مجمعه على مدار من 2014 يعني من اخر 7 سنين بتكون بلجيكا احد المرشحين بقوه، على ان لم تكن للبطوله او لان تكون حصان اسود، ولكن في المحصله في الاخر ان الجيل الذهبي لبلجيكا 0 بطولات. فإيه الحاجة الغلط في منظومة بلجيكا؟ هل بينقصهم فقط التوفيق مثلا، ولا فعلا بلجيكا لا في حجر ناقص في منظومتهم علشان يكونوا فرنسا، عشان يكونوا إيطاليا، عشان يكونوا ألمانيا، المنتخب اللي مهما كان اسم الأسماء في جيلهم فهم دايما فعلا مرشح، وأحيانا فعلا ما بيكونوش هم الأقوى ولكن بيحققوا اللقب. بصوا، السؤال ده ممكن نجاوبه في كلمه واحده، مدرب. ولكن في ارض الملعب منتخب بلجيكا هو عباره عن شويه اسماء كتير حلوه قوي من بعيد، لما يتحط كلهم مع بعض من غير منظومه واضحه بيكون دي النتيجه. انا من قبل ما البطوله تبدا وانا شايف ان بلجيكا مش تروح بعيد في البطوله. ليه؟ لان هو عباره عن شويه اسماء فرديه وعندهم مشاكل واضحه جدا. المشكله الاولى، يعني ما ينفعش في الدنيا يكون في منتخب بيلعب ب3 مدافعين وهو عنده مشكله ان هو يستقبل اللعب وما بيعرفش يستقبلوا اللعب. طب عايزين احنا يتضغط علينا نخرج بالكوره، ما بعرفوش يخرجوا بالكوره. طب الكوره معانا واحنا مسيطرين وعايزين نرفع الريتم ونقدر نهدد، ما بنعرفش نهدد. فدي مشاكل واضحه جدا، ما تخليش منتخب في الدنيا مهما كان اسماء اللعيبه اللي عنده ان هو يكون منافس على بطوله. انت محتاج قدرات اعجازيه من لعيبه عشان تداري عيوبك دي، وبالتالي الدنيا تمشي. الدنيا مشيت امتى؟ مشيت لما نزل دي بروين وهازارد من على الدكه قدام الدنمارك، لان عندهم قدرات فرديه رهيبه مع خروج لوكاكو من مكانه للناحيه اليمين بقى في خطوره اكبر وقدروا يكسبوا. لكن بشكل عام لما انت تكون بتلعب بقى منتخب منظم زي البني ادمين كده، هتكون النتيجه ان انت بتظهر بشكل سيء. بلجيكا هددت مرمى ايطاليا النهارده، مش ما هددتش، وكانت تقدر طبعا انها تتعادل لولا يعني لوكاكو في كوره بتاعت سبيناتزولا، بعد كده الكوره اللي في 6 ياردات اللي عدت من لوكاكو ومن لعيب تاني وراه، ده تمام جدا. ولكن ده لان هي اللعيبه دي عندها قدرات، لكن ما ينفعش وانت بتلعب في هاي ليفل في مستوى عالي قدام فرق كبيره يكون شكلك بالشكل ده. الجون التاني بتاع انسين النهارده هو فضيحه على اي منتخب في الدنيا بيلعب ب3 مدافعين، انت بتلعب ب3 وقدامهم 2 في نص الملعب، والراجل ماشي في فدان ارض لوحده ومحدش بيقابله. بيشوط محجزه تريمانس بالظبط، تريمانس حتى لما قابله
قابله من بعيد، ويعني يا دوب ان هو حرك رجله فانسينيا عدى لنفسه يمين، عدى من تيليمانس خلاص. فدي مشكله كبيره جدا جدا. دي بروين وهازارد ولوكاكو هما الثلاثه لما بيكونوا الثلاثه في حالتهم معاهم شويه من تحت اكسل فيتسل، لما الاربعه دول بيكونوا في يومهم مع واحد من الاثنين وينج باكس، بتلاقي بلجيكا بتدارى فيها جزء من العيوب دي عشان تقدر تكسب ماتش، تعدي ماتش. يعني الكلام ده ممكن نرجعه لحد 2018 من كاس عام 2018، ماتش اليابان ده ما حصلش فيه الكامباك بتاع 3 2 ده، غير لما بالظبط غير لما الشباب دي قررت تنتفض من الاخر، انتفضوا فعدوا. قصاد فرنسا ديدي ديشامب مسك هازارد، الحياه انتهت خلاص بكل بساطه. وكمان انا فاكر كان في تصريح دي بروين مش فاكر في 2018 ولا 2019، كان قال ان احنا محتاجين كمنتخب نلعب كمنظومه واحده كفريق عشان نقدر نتخطى الماتشات الصعبه اللي بنقابلها، ودي حاجه ما حصلتش نهائيا من روبرتو مارتينيز في خلال سنين وهو ماسك بيدرب المنتخب، ومنتظر منه اعلى من كده. المنتخب ده في نهايته لان في لعيبه بتكبر، فانت عندك مشاكل في اسماء المدافعين، ولكن انت نفسك لعبت الاول الماتش الاول ببوياتا، الماتش الثاني رجعت لمين اللي شعره طويل مش فاكر اسمه، اسمه غاب عن بالي، كان بيلعب في سيفيا، دندنكو، لا اسمه دينير، دناير، دناير، نعم دينير دناير، لعبت بعد كده في فيرمالين، وبعد كده بتلعب النهارده في فيرمالين والدرفايلد وفيرتونخن، فيرتونخن. فالثلاثه انت عندهم مشكله في السرعات، فالثلاثه بالتالي كانوا بيعانوا. فغريبه جدا كمان ان انت معتمد على ان لوكاكو هيهد ازاي في كيليني وبونوتشي، لكن النهارده لما كيليني وبونوتشي يعني قاموا شويه، طبعا لوكاكو هددهم شويه بس مش بنفس القوه، لما اتقفل عليك باتنين جنيه ضغط من انسيني وايموبيلي وكيزا قصاد خط دفاعك، ما عرفتش تلعب الكوره الطويله اللي هي بتروح لوكاكو، وبالتالي لقيت نفسك عاجز لحد ما الشوط الثاني بدات انت تنتفض فتحاول تغير. اغلبها في رايي فرديات، يمكن الرهان الوحيد اللي كان ناجح النهارده دوكو لمارتينيز هو دوكو بالظبط، دخوله عشان يعتمد على السرعات والجري في ظهر لورينزو، عمل منه خطوره كبيره يمكن تكون اكتر خطوره مع دي بروين في الماتش. لكن باستثناء كده منتخب بلجيكا عنده مشاكل كتير في المنظومه، عنده مشاكل كتير في رايي سببها الاول قبل اي حاجه هو المدرب، اللي ما فيش حاجه تشفع له او ما فيش حاجه اقدر اقول انها يعني عنده مشكله فيها بره عنه، غير ان قلوب الدفاع نفسها فيها مشكله هو مش قادر يصلحها. سؤال هامشي كده، من اين لهم بهذا الدوكو، جيريمو دوكو ده، هيعمل معانا ايه في الدوري الانجليزي السنه الجايه؟ هي كانت ناقصه. مش عارف مش عارف، هو لعيب لعيب كويس قوي، حتى هو كان متوقع ان هو يكون بديل، هو سريع سريع بشكل رهيب وما مش بيخافش، ممكن. هو على فكره مرتبط بليفربول في وقت من الاوقات الصيف ده في اول الصيف، اتمنى ما هو يجيبوش بس طبعا. انا عندي ملاحظه ان هو في ضربه الجزاء انا ما كنتش مستوعب ازاي اصلا، يعني ازاي دورينزو بيزقه، يعني بتزق مين يا ريس؟ بتعمل ازاي ايه؟ هو ده مين يقدر يزقه علشان يقع؟ يعني انت جالك قلب منين يعني؟ لا وبيعترض بعدها، مش ضربة جزاء، مش ضربة جزاء، ده قصده اه نص هو كان لسه بيحتفل بالهدف بتاع ايطاليا الثاني، فالحماس خده يعني شويه. ياسر، استكمالا لكلام محمود وهذا الجيل التاريخي البلجيكا وكل الكلام ده، لو رحل روبرتو مارتينيز حاليا، ما اعرفش اصلا انت متفق مع محمود ولا لا في ان هو السبب، او يعني السبب الرئيسي في ان الجيل التاريخي دوت ما عملش حاجه تذكر لبلجيكا، المدرب. لو رحل روبرتو مارتينيز وقبل سنه دلوقتي من كاس العالم اللي جاي، او يمكن اكثر شويه من سنه، تفتكر مدرب جديد ممكن باسم قوي يحقق حاجه مع الجيل ده، ولا هو الجيل ده جاب اخره خلاص؟ لا، هو الجيل ده دايما احنا بنعتبره ان هو الجيل زي ما انت قلت الحصان الاسود او اللي هياخد البطوله، واحنا عارفين ان هو مش هياخد البطوله في الاخر. هو الجيل دوت مثلا في 2018 كنت اقدر اقول لك ان هو عنده امكانيات قويه جدا واللعيبه اللي موجوده تقدر تشيل، والمشكله فعلا في مارتينيز، لكن دلوقتي ما بقتش مشكله في مارتينيز بس، المشكله بقت في مارتينيز وفي النواقص اللي موجوده اصلا في الفرقه. انت عندك يعني جنب تليمينيز احنا بنتكلم بيلعب ويتسل، ويتسل كام سنه؟ بتبص على الثلاثه المدافعين ورا كام سنه؟ الباكات اللي عندك الكواليتي بتاعتهم مش هي اقوى، مش اقوى كواليتي انت محتاجها، ففي نواقص هتبقى موجوده عند المدرب. لو النواقص ديت قدر يلاقي فيها بدله هيقدر نقدر نتكلم ان احنا نرجع بنلعب الطريقه بتاعتنا اللي هي ايه 4 2 3 1، تقدر تلعب 4 4 2، تقدر تستخدم اللعيبه في ان هم يعملوا حاجه زي كده. لكن انا بتفق معاه في الجانب بتاع المدرب، بس في ستيل لسه موجود نواقص في الفرقه بتاعت بلجيكا. طيب محمود، هروح لايطاليا بقى قبل ما نرجع لياسر بالنقطتين اللي هو سايبهم على جنب، وايطاليا بقى براحتنا، ممكن نقعد فيها نص ساعه يعني براحتنا عادي يعني. طيب ايطاليا زي ما انت قلت كده، مش بدات بقى بقوه، بدات بتدرج في المستوى، لا ده هي بدأت البطوله قويه ومستمره قويه. قالوا ان هو ايطاليا لم تختبر، وان كل المنافسين كانوا سهلين منذ تولي روبرتو مانشيني المسؤوليه، مش بس منذ بداية البطولة، وإن النهاردة كان الاختبار الحقيقي. هل إيطاليا نجحها النهاردة بقى نجاح أخيرا لروبرتو مانشيني وخلاص كده ما حدش يقدر يتكلم تاني،
ولا السبب الرئيسي كان برضه فشل روبرتو مارتينيز اللي انت كنت بتتكلم عنه شويه من شويه، وما زال الاختبار الحقيقي مؤجل للمنافس التالي اللي هو اسبانيا، ومش هنقدر نعترف ان ايطاليا، لا ايطاليا بقت راجع عادت ايطاليا. هل عادت ايطاليا فعلا؟ انا في رايي عادة ايطاليا، منتخب ايطاليا منتخب مميز في حاجات كتيره، مش بس في اليورو ده، من قبل اليورو رامانشيني بيعمل فريق منظم، فريق قادر ان هو يغير من الشكل حتى اللي احنا كلنا كنا عارفينه عن منتخب ايطاليا، ان هو منتخب الكاتيناتشو، وان احنا بندافع وبالجرينتا. لا، هو الفريق بيقدم كره كويسه، عنده لعيبه مميزه في حتت كتيره، وده بالمناسبه هو يعني بيعود بشكل اكبر الى مانشيني. لما بتتكلم عن ان هو في المباراه الاولى ازاي كان هو بيحاول يامن نفسه قصاد مرتدات منتخب تركيا، ان هو بيرجع فلورينزي وسبيناتزولا هو اللي بيزيد بيدي الخطوره مع انسيني، ازاي بيستخدم بيراردي، وحتى ان كان عليها شويه علامات استفهام في الشوط الثاني، ازاي خلاص شاف ان تركيا مش هتهدده فيلا نهجم، فازاي يغير ده ويفتح بلورينزو وسبيناتزولا ويسجل جون واثنين وثلاثه. الماتش الثاني قصاد منتخب سويسرا، وازاي لوكاتيلي بيدي الزياده اللي هي شبيهه شويه بزياده ان هو اللعيب التاني يسجل ده. بتشوف بعد كده في الماتش التاني هو مش محتاجه بيلعب بالبودة لو بيقدر يكسب. ما بعد كده في ماتش النمسا، وان كان عليه شويه علامات استفهام والناس كانت بتنتقد بعض حاجات في منتخب ايطاليا، اللي ان هو برضه قدر ان هو يصلح من نفسه، وعادي جدا في اي منتخب كبير ان هو يجي له ماتش داي اوف، ده شيء عادي جدا. ولكن روبرتو مانشيني بالتدريج بيطلع حاجات مختلفه من منتخب ايطاليا، زي ما قال احمد من شويه بيصلح اخطاء كانت موجوده عنده، الفريق بيبدا يتحسن شويه، عندك لعيبه قدرات كبيره جدا. منتخب ايطاليا من اول البطوله، وانا كنت شايف ان هو حتى لو ما قدرش ينافس في البطوله دي وهو دلوقتي في نص النهائي، فهو اكيد هيكون منافس في اللي جاي في كاس عالم 2022. قلنا، وهو كمان قال دلوقتي ان ايطاليا تحسنت مع مرور المباريات، وان مانشيني بيصحح اخطائه. قول لنا ايه هي الاخطاء اللي صححها روبرتو مانشيني على مدار المباريات؟ طيب، الجزء المهم اللي احنا كنا اللي انا كنت عايز اتكلم عليه في البدايه، ان انت كان عندك مشكله كبيره جدا في ان انت تخلص قدام الجول. الفتره الاخيره كان في ايطاليا عندها مشاكل في ان هي في الفينشينج، كان في الفينشينج قليل. دلوقتي وجود كيزا بشكل بيبدا من اول المباراه بيفتح مساحات بشكل كويس جدا لزمايله، وفي نفس الوقت يعني انزيني لما بيشوف الجون ويلاقيها صعبه بيعرف يحطها، لكن لما بيلاقيها سهله ما بيعرفش يحطها. فدي مشكله اساسيه يعني بتحصل. ولكن ده على الجانب الهجومي وعلى جانب التفنيش. النهارده بنشوف برضو نفس الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الاثنين اللي في قلب السنتر ميدفيلدرز بتوع ايطاليا، سواء باريلا او فيراتي، ان هم بيكملوا وبيخشوا لحد جوه ال 18. باريلا كمل وجاب جون ممتاز جدا. فكل دي حلول بتتوجد للمشكله اللي انت كانت موجوده عندك بالنسبه للجانب الهجومي. الناحيه الثانيه، انت في الجانب الدفاعي كان في شويه قلق، كان في شويه مشكله، كانت مشكله كانت واضحه بالذات في مباراه النمسا. كان باين جدا ان الفريق بتاع ايطاليا الهجمات اللي مرتده عليه بتعمل خطوره كبيره جدا. فاحنا بنتكلم على مجموعه برضه هجوميه ثقيله جدا. النهارده انت في وسط ما انت بتلعب وغيرت الطريقه وغيرت شكل وهويه ايطاليا من ان انت تلعب 4 3 3 بشكل هجومي، وباكات دايما ضاغطه لقدام وموجوده بشكل كبير قوي جوه ال 18 حتى الناحيه الثانيه، النهارده بترجع في اخر ربع ساعه اللي هي اللي انت محتاج تقفل فيها الجيم، بتقفل الجيم جيم دفاعي ايطالي سك. هو ده بتاعهم، هو ده شغلانتنا احنا. لما نقفل 4 4 2 او نقفل 4 5 1 بنعرف نقفل الملعب بشكل كويس جدا، واحنا ستيل لسه ايطاليا زي ما احنا وعندنا الهويه بتاعتنا. الجانب ده ما كانش ظاهر قبل كده في الماتشات اللي فاتت. الماتش النهارده قصاد بلجيكا ظهر بشكل كبير قوي، وده اللي بيقدر يخليك تقول ان منتخب ايطاليا لا، هو دلوقتي بيعدي باختبارات حقيقيه، ومنتخب تقيل، ومنتخب هيقدر يعمل مشاكل لكل الفرق اللي هتقابله الفتره الجايه. وهو دلوقتي الفريق اللي طريقه اكتر وضوحا للنهائي اكتر من اسبانيا، وفي نفس الوقت هو لو وصل للنهائي ممكن يكون هو المرشح بشكل اكبر في البطوله دي. دفاعيا منظم دلوقتي بشكل ممتاز، وهجوميا بيضغط الفرقه اللي قصاده فزي ما بيقولوا كده جوه ال 18 بتاعها، وفي نفس الوقت ابتدى في الوقت الاخير ان هو يوجد حلول هجوميه يقدر يحرز منها اهداف في الثلث الاخير في الملعب. ياسر، سريعا كده قبل ما اروح لمحمود، ايهما اجمل، ايطاليا المرتدات والسابق العهد في 2000 ل 2006، وطبعا ومن زي ما قبل كده بكتير جدا يعني، ولا ايطاليا الحاليه الهجوميه اللي هي غيرت من هويتها؟ طيب خلينا نتكلم بصراحه، الجيل اللي موجود دلوقتي لو كان لعب بنفس الطريقه القديمه ما كانش هيبان بالقوه دي تماما، والجيل اللي كان موجود قبل كده لو كان لعب بالطريقه دي كان هيقدر. يعني علشان نتكلم، يعني احنا بنتكلم مثلا، انت بتتكلم على جاتوزو، بتتكلم على بيرلو، بتتكلم على ديل بيرو، بتتكلم على تريبي، بتتكلم على لعيبه، على توتي، بتتكلم على لعيبه كتير، على بيري، بتتكلم على ناس كتير قوي
كانت تقدر تعمل لك اللي انت بتعمله النهارده دلوقتي. لكن الكواليتي بتاعت الفريق اللي موجود دلوقتي ده ان هو يرجع يتحول دفاعيا، ده اللي كانت مشكله. يمكن خط الدفاع يقدر يساعد على كده، لكن خط الوسط والهجوم ما يقدروش يساعدوا على كده، وما يقدروش ان هم يبداوا الهجمه من ورا ويطلعوا ويعتمدوا على المرتدات، على المرتدات بس مش هيقدروا عليه. فلا الجيلين طبعا، الجيل العظيم اللي فات ده ما مش هيجي زيه تاني يعني، خلاص كده في جيل بيعدي وما مرحبا بيجيش غيره. محمود، إلى أي مدى ستتأثر إيطاليا بغياب سبيناتزولا؟ أولا مع الوضع في الاعتبار إن إحنا بنلعب باثنين كهول في الدفاع، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كليني، أوقفه الحقيقة النهارده وطبعا لوكاكو، ولكن إحنا عارفين إن كليني ممكن الدقيقة 5 في الماتش الجاي يطلع مصاب عادي جدا، وقتها هيكون إيه الموقف لو تعرض أحدهما لإصابة؟ البديل طبعا أتشيربي، وازاي هيعوض مانشيني طبعا غياب سبيناتزولا، واللي هو هيكونوا هيعوضه كافراد كفرد اميرسون، ولكن في الملعب هيعوضه ازاي وانطلاقاته وتغطيته العكسية وما الى ذلك. بصوا خليني اقول لك ان الموضوع كلينو بونوتشي ده اللي هو قلبين الدفاع ده شيء متفق عليه جدا. النهارده حتى بونوتشي قبل الجول الاول لايطاليا هو مسك ركبته، يعني قبل ما هو مسك ركبته شويه كده وبعدين كان مشي يعني، فكان ممكن يحصل المشكله دي وارده جدا طبعا. سبيناتزولا غياب مهم جدا، لان جزء كبير من لاعب ايطاليا متجه الناحيه الثنائيه بتاعت انسيني وسبيناتزولا، يضموا على اوقات كمان شويه فيراتي لما بيكون موجود عشان يعملوا المثلث ده. فغياب مؤثر جدا. هنشوف هل هيكمل مانشيني بان هو يبقى الظهير الثاني الناحيه الثانيه دي، لورينزو بيأمن اوقات لورا شويه ويكون سايب ايمرسون يعمل الدور الهجومي ده. ايمرسون زي ما هجومي مش سيء، ولكن اكيد هيكون الانسجام والثنائيه التفاهم ما بينه وما بين انسيني مش بنفس القدر الموجود عند سبيناتزولا. ولكن هنا في اللقطات اللي شبه دي دايما يعني او بنراهن على ان جوده المدرب او قدره المدرب ان هو يعمل تفاهم ما بين لعيبته وبعضها بتكون هي دي دايما الرهان. دي لورينزو في ماتش من الماتشات، الماتش الاولاني نزل من على الدكه، كان مطلوب منه بس ان هو يكون ظهير هجومي، وشفت منه ده. في الماتش اللي بعد كده كان مطلوب منه يعمل نفس الدور بتاع فلورينزي، ان هو ما يزيدش كتير عشان الناحيه الثانيه سبينازولا وانسيني بيخرجوا لبره ويدوا الافضليه، فهو يكون مأمن لتحت. فانا اتصور ان مانشيني هيقدر يحل ده. ايمرسون مش هيديك نفس الكفاءه اللي بيديها سبيناتزولا، لان هو كان زي ما احنا قلنا قبل كده عنه، ولكن ايمرسون مع مانشيني ومع فكر مانشيني اعتقد ان هو هيقدر يعوض سبيناتزولا بدرجه قريبه، مش بنفس الكفاءه ولكنها بدرجه قريبه. الحاجه الاخيره اللي انا كنت عايز اضيفها قبل ما النتورك يحصل فيها مشكله، هي مشكله مهاجم ايطاليا. كنت لسه هسألك يعني عنها احمد أصلا. كان بالظبط مهاجم ايطاليا، لان هي دي المشكلتين اللي قصدي عليهم، مشكله كبر سن المدافعين، المشكله الثانيه هو قلب الهجوم بتاع ايطاليا. احمد اتكلم بشكل صح جدا عن موضوع الفرص وازاي نقدر نخلص وازاي نبقى احسن هجوميا في وجود كيزا، ولكن المشكله الكبيره في رايي اللي محتاجه تعديل اكيد من مانشيني مستقبلا مش في البطوله دي، هو مين يكون قلب هجوم ايطاليا. ايموبيلي عامل بطوله في رايي سيئه جدا، بيلوتي لما نزل الماتش الثالث نزل شويه النهارده ما اضافش كتير، ممكن يكون قدام او لما ياخد فرصه اكبر يكون كده، ولكن المفروض ان ايموبلي هو المهاجم الاحسن اللي هو اللي عنده مواسم كويسه بيعملها مع لاتسيو، وبالتالي منتظر منه اعلى من كده، ولكنه قدم بطوله سيئه جدا جدا، مش بس في ان هو بيسجل او ما بيسجلش، هو سجل، ولكن هي المشكله في قراراته، في تفهمه امتى يكون يسحب مع واحد من المدافعين، امتى ينزل يستلم عشان يفضي مساحه، ازاي يلف بظهره ويصنع لنفسه فرصه. شفنا مثلا ماتش تركيا اول نص ساعه او اول ثلث ساعه تقريبا هو ما كانش في مدد، كانت تركيا مقفله كويس، هو واقف في حضن مدافعين تركيا، ودي اتكررت في مواقف تانية كتيره. فبالنسبه لي المهاجم قلب هجوم ايطاليا دي مشكله لازم مانشيني يقدر يتغلب عليها او يدور على حل ليها عشان يكون منافس قدام في اللي جاي في كاس العالم 2022. ودي حاجه برضو بتصب في مصلحه الجيل السابق زي ما كنا بنتكلم من شويه. انا فاكر في 2006 كانت ايطاليا عندها ياكوينتا، عندها جيلاردينو، عندها لوكاتوني، مش عارف مين الرابع كمان، بس هو كلهم سجلوا في اثناء البطوله. ف حاليا ما فيش غير ايموبلي وبلوتي، وايموبلي بس اللي سجل، وبالفعل ايموبلي بيقدم بطوله ليست الافضل يعني. طيب حاجه كمان عايز اعرفها بقى في ايطاليا، في الافضل ان انت تستمر ب ثلاثي خط الوسط اللي لعب النهارده اللي احنا شفناه، ان كان فيراتي وجنبه جورجينو وباريلا، ولا لوكاتيلي اللي كان تألق لما لعب وبيسينا هم المفروض يكون ليهم دور. فيراتي ما بدأش البطوله كأساسي، ولكن هل دخوله احدث الفرق ايجابا لايطاليا، ولا كان الافضل ان يستمر لوكاتيلي في بعد ما تألق لما ظهر يعني؟ محمود ما دام ساكتين. بص يا فوزي،
مفيش خلاف ان فيراتي لعيب كبير جدا، وفيراتي بيديك جزء مهم جدا في قصه التمريرات اللي بين الخطوط، في قصه ان هو ازاي بيصنع خطوره. تمريراته دايما دايما بتكون مفاجاه فبتعمل خطوره، دي حاجه متفق عليها جدا. الناحيه التانيه لوكاتيلي بيديك زياده شويه في حته ان هو الزياده الغير متوقعه من تحت، مش دايما دي بتحصل من فيراتي. فيراتي نقطه ميزته الاكبر هي اللي انا قلتها في رايي يعني، ولوكاتيلي عنده ميزه اكتر الحيويه. ففيراتي ما بداش البطوله لان هو كان مصاب، انا كان متوقع ان فيراتي لما يرجع هيكون اساسي، ولكن ما بعد الشكل اللي ظهر بيه لوكاتيلي في اول ماتشين حسيت انه لا، ممكن يكون ايطاليا محتاجه لوكاتيلي شويه اكتر من فيراتي، ولكن مانشيني مقتنع بوجود فيراتي اكتر. حتى النهارده اللي نزل الاول كريستانتي مش مش لوكاتيلي. لوكاتيلي. طبعا الثنائي جورجينو وباريلا ما فيش خلاف عليهم، جورجينو عامل بطوله عظيمه جدا. انا في رايي حسب سياق الماتش هو ممكن يكون بيحدد هو عايز يلعب بمين. انا بصراحه افضل لوكاتيلي شويه عشان الحيويه اللي عنده، ولانه عنده كمان باسنج عنده كويس، مش بنفس قوه فيراتي ولكنه موجود بشكل كويس. الماتش الجاي كمان اختبار مهم جدا لنص ملعب ايطاليا، لانه هيلاعب نص ملعب مميز جدا ونص ملعب اسبانيا، فهتكون مواجهه منتظره بصراحه بين نصين الملعب دول. وكده كده لسه فيراتي هياخد انذار الماتش الجاي لو لعب، فوقتها لو تأهلنا يعني لوكاتيلي هو اللي هيلعب النهائي، بس ده لو يعني تأهلنا. طيب اعتقد بتتلغي من السيمي فاينال، اعتقد بتتلغي من السيمي فاينال يعني. متأكد؟ اعتقد طلوعك السيمي فاينال خلاص متأكد ما بقى من بيعدي. الموضوع ده، يا ريت بس أتمنى. نتاكد منها بعد اللي فات، متأكد نتاكد مش منها بعد هنجزم اللي يعني. خلص. طيب ماشي. ياسر، اسبانيا قدام ايطاليا، اولا تقول لي مين صاحب الحظوظ الاوفر في رايك؟ ايطاليا بدون منازع بدون يعني، بلس وانا وان. اقدر اقول لك وانا اقدر اقول لك ان هي كمان يعني يعني النتيجه 2-0 ان شاء الله ان شاء باذن الله الله ده لايطاليا. توقعات مرئيه، اوعى ده اوعى تسرق. اولع الثقه. طب وانت يا انا محمود؟ عايز اقول لك كمان، انا عايز اقول على حته مهمه جدا كان قال عليها برضو محمود بالنسبه للوكاتيلي. لوكاتيلي متميز جدا كمان في الضغط، ومتميز جدا كمان في الشوط من بره ال 18 والاختراق جوه ال 18. النقطه اللي انا عندي الاحساس هو ده احساس ممكن يكون بنسبه يعني 99% غلط، بس هو احساس ممكن. ان لوكاتيلي يعني هو محطوط لدور معين في وقت معين، يعني هو مش مجرد بس ان انا حاطه علشان مثلا انا بفضل براتي او براتي بيديني افضليه في حته معينه، لا، هو لوكاتيلي هيجي له دور معين في توقيت معين في ماتش معين هو اللي هيلعب فيه. هو ده اللي انا ابتديت احس من مانشيني ان هو بيستخدمه بالطريقه دي، ان انا في الماتش ده انا محتاج لوكاتيلي، لكن غير كده الماتشات كلها انا ماشي معايا براتي في اوقات معينه هو اللي انا هغير فيها لوكاتيلي لما ابقى خسران او لما تبقى الدنيا بمعنى صح مش ماشيه معايا بشكل مظبوط. لكن طول ما انا ماشي كويس وطول ما انا حتى لو متعادل انا مش هلعب لوكاتيلي. ده بقى احساس عندي ان هو ده اللي ماشي بيه مانشيني يعني. طب بالمناسبة، بيراردي ولا كيزا اللي يبدأ بعد ما شفنا الاثنين كأساسيين وكبدلاء الماتش اللي جاي، بيراردي ولا كيزا؟ كيزا كيزا على طول. كيزا، أنا متفق طبعا مع كيزا. والمهاجم الرابع اللي أنا كنت بقوله في إيطاليا في 2006 كان فيليبو إنزاجي، افتكرت دلوقتي. فكانت إيطاليا في انزاجي 2006 عندها إنزاجي وعندها لوكاتولي وعندها جيلاردينو وعندها ياكوينتا، والأربعة سجلوا على مدار البطولة، يعني كان فرق برضه لا، بصراحة. اربع مهاجمين تقال قوي يعني. وكان أقواهم مثلا إنزاجي المفروض يعني، فمش عارف أنا إزاي نسيته. طيب محمود، إسبانيا ولا إيطاليا؟ ايطاليا برضو ايطاليا ايطاليا، لان ايطاليا في رايي اقوى يعني. لو حطينا نقط قوه الفرقتين مثلا او نقط ضعف الفرقتين قصاد بعض، هتلاقي ان ايطاليا بتتفوق طبعا مبدئيا في انها لما تحب ترجع تدافع هتحب ترجع تدافع وتامن نفسها عادي. اسبانيا ما بتعرفش تامن نفسها خالص، وده شفناه يعني في كرواتيا على سبيل المثال. مثلا في 10 دقائق هم استقبلوا جونين ووصلوا وقت اكسترا تايم. دي مشكله عند اسبانيا مش موجوده عند ايطاليا، مشكله تضييع الفرص. ايطاليا مع الوقت بتبقى اكثر فعاليه على الجون، مش محتاج عدد فرص كبير عشان تسجل جون. اسبانيا بتحتاج فرص كتير عشان تسجل، ودي حاجه بديهيه ان ايطاليا مش تديها عدد الفرص اللي اديتها لها سويسرا وكرواتيا وسلوفاكيا و و و مش تبقى بنفس عدد الفرص ده، فبالتالي مش هيلاقوا نفس العدد ده. هل هم فجاه هيقرروا يتحولوا او مش هيتحولوا، هيبقى في تفوق في ان هم لما يجي لهم فرصتين يحطوا منهم واحده؟ هنشوف، ولكن من اللي احنا شفناه في الماتشات اللي فاتت ده ما حصلش. الحاجه الاخيره نص الملعب والضغط، الاثنين مميزين في الضغط. اسبانيا بتضغط كويس ونص ملعبها كويس، ايطاليا عندها نفس الكلام، وان كان جزء كبير من السلاح بتاع ايطاليا هو الضغط اللي بتضغطه دايما، الضغط العكسي اللي بيخليها تاخد الكرة بشكل اسرع. ده شفناه كتير النهارده قصاد بلجيكا. فلو حطينا النقط القوه والضعف قصاد بعض، فرايم كفه ايطاليا هترجح بوضوح يعني. وطبعا الماتشات دي ما فيهاش مقياس يعني، بس من المعطيات اللي قدامنا كفه ايطاليا ارجح.
وانا كشخص اسال ولا اسال فنيا لاني مش محلل يعني، وبؤمن جدا بالحته النفسيه دي، ما اعرفش بختلف معاكم، وبتوقع فوز اسبانيا مع مزيج من التفقير الحقيقه برضو، عشان يعني بالظبط، بتقول لك انت بتفقر فعلا. ايوه يعني جزء برضو، بس والله متوقع اسبانيا مع جزء تفقير برضو. طيب اخيرا قبل ما ننهي، ماتشين بكره عندنا، مين بكره عندنا؟ انجلترا مع مين هيلعب؟ مركز الشباب مين؟ هيلعبوا اوكرانيا اوكرانيا. ايوه، اوكرانيا وتشيكو الدنمارك. تشيكو الدنمارك واوكرانيا وانجلترا. ها، انجلترا تاهلت، مين التاني، تشيكو ولا الدنمارك؟ تشيك دنمارك. اختلفوا بص، كل اخيرا بقى الارقام مع كل بعض. الورق وكل حاجه بتقول لك الدنمارك، بس انا بتكلم عشان الحوار بتاع سبورت رادر اللي كانت عامله ان هم قالوا ان تشيكو اللي هيفوز بالبطوله، فانا ماشي مع التوقع ده. لكن يعني هو بالورقه بص يا باشا، بالورق كله الدنمارك، محدش يقدر يتكلم يعني، فاهم؟ بس الورق دنمارك، لكن شغل بقى منجمين والكلام ده نقدر نقول تشيك. تمام، هنشوف بكرة وهنعرف مين اللي هيكسب الورق والمنجمين، وكذب المنجمون ولو صادفوا. وشكرا جدا يا محمود، ويعني شكرا جدا يا صديقي، اتشرفت بيك. حبيبي، وفرصة كمان بقى ارحب بيك في الجول عموما، مش بس في الفيديو قدام الناس كلها، فويلكم محمود ضياء. شكرا يا صديقي. وشكرا كمان لصديقي واللي مش أول مرة يكون معانا وكل مرة بيسعدنا بتحليله، ياسر. ربنا يخليك يا ابو حميد، انا متشكر ليك جدا ومتشكر لضياء، بصراحه كان يعني كلام لطيف جدا، وانا دايما بتعلم لما باجي اطلع معاكم، حتى لو بحلل انا بس برضو اكيد اللي الناس كلها بتقول حاجات كويسه جدا وانا بحترمها وبتعجبني جدا يعني. متشكر ليكم جدا على الاستضافه الجميله دي، ربنا يخليكم. في الاخر بفكر الناس دايما برضو ان احمد ياسر عنده جول مشترك، برنامج جول مشترك اونلاين ممكن تتابعوه، برضو بيقدم يعني محتوى رائع جدا. طبعا محمود ضياء وفانتزي الدوري الانجليزي، وحطها في الجول يا ضياء مش يا رياض، فبرضو تقدروا تتابعوه. شكرا لكم والى اللقاء، السلام عليكم.